قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله خلفاء الأرض أي يخلف بعضهم بعضا. أما قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس فيها أن آدم عليه الصلاة والسلام خليفة لله عز وجل، وذلك لأن الخليفة لا يكون إلا لمن يخلف من هو ناقص وقد يغيب. وجعله جل وعلا للبشر خلفاء في الأرض جاء في آيات كثيرة، ولذا قال عز وجل عن صالح هو أنشأكم واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآيات. ومنها على أحد قولي المفسرين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فتكون هذه الخلافة في الأرض بحيث يخلف بعضهم بعضا سواء كان المتقدم كافرا أم مسلما، بحيث يخلف المسلم المسلم أو يخلف الكافر الكافر أو يخلف المسلم الكافر.